أطفالنا فلذات أكبادنا تمشي على الأرض، ولا أحد يتمنى أن يخلو بيتا وأسرة من الأطفال، فهم زينة الدنيا وزخرفها، ويود أحدنا أن لو يفتدي طفله إن أصابه مكروه أو ألم به عارض لا قدر الله. لكن ما من خطر داهم يترصدهم ويفتك بهم أكثر من سرطان الأطفال اللعين. جامعة النيلين التقطت القفازة وأمسكت بزمام المبادرة، حيث أقام مركز النيلين للخلايا الجذعية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة ركائز المنتدى الأول تحت عنوان دور الخلايا الجذعية في سرطان الأطفال تحت شعار معا نمد أيدينا لتقليل معاناة أطفال السرطان في السودان. والليلة نحن الحقيقة بنحتفي بالملتقى الأول لدور الخلايا الجذعية في علاج سرطان الأطفال، والحقيقة المنتدى الهدف منه توعية الناس والعلماء والأطباء والعاملين في مجال علاج سرطان الأطفال بالدور المهم جدا اللي حيلعبه وبيلعبه مركز الخلايا الجذعية بجامعة النيلين في علاج سرطان الأطفال. المنتدى الذي شهده عدد مقدر من الأكاديميين والأطباء والمختصين والمهتمين بالعمل الطوعي عامة والعمل الطفولي خاصة، شهد في محوره الرئيس تقديم ورقتين علميتين حول دور الخلايا الجذعية في سرطان الأطفال، أعقبتهما مداخلات الحضور المشارك في أعمال المنتدى. وبمثل ما اتفق الجميع على خطورة مرض السرطان كخطر داهم يترصد أطفال البلاد ويتهدد مستقبلهم المشرق، فإن تكثيف الجهود العلمية والطبية وقيام مؤسسات التعليم العالي والعام بدورها المنوط بها واستشعارها لمسؤولياتها تجاه قضايا الأطفال الكلية، وفي مقدمتها محاربة سرطان الأطفال والحد من انتشاره وبث ثقافة الوعي المجتمعي بشأنه، تأتي أولى أولويات هذه المؤسسات العلمية بمختلف مسمياتها وتخصصاتها رسمية كانت أو شعبية. تقارير تتحدث عن أكثر من 400,000 طفل مصاب بسرطان، وهذا الرقم مقارنة بمعدلات السكان في السودان رقم مرتفع مقارنة كذلك بالإقليم حولنا، وبالتالي لابد من التعاون والتكاتف جميعا كمؤسسات علمية ومؤسسات صحية، أولا في دراسة مسببات هذا السرطان بالنسبة للأطفال، وثانيا في التعاون في توفير العلاج اللازم بالنسبة للمصابين وفي الحد من الانتشار. هذا الأمر لا يتم إلا بالبحث العلمي والبحث العلمي المتعمق. ولا تكتمل حلقة محاربة سرطان الأطفال والحد منه وصولا إلى مرحلة نأمن على أطفالنا من هذا الخطر المحدق إلا بتبني استراتيجية طبية ومجتمعية واضحة المعالم سهلة التطبيق ذات مردود إيجابي مباشر في التقليل من إصاباته بكل أنواعه، تشترك فيها كل الجهود المعنية المختصة وصاحبة المسؤولية عن هذا الأمر الحيوي المهم. كيف لا، وأطفالنا هم حاضرنا وكل المستقبل الزاهر الأخضر. وفي ذلك فللمنظمات الطوعية العاملة في قطاع الأطفال الطوعي اليد الطولى والدور الأكبر في حشد الطاقات وتنسيق الجهود وقيادة المبادرات لصنع الوعي المجتمعي وبناء جبهات دفاعية متقدمة متعددة التخصصات والمهام تمنع وصول كل عدو يتهدد أطفالنا حاضرهم ومستقبلهم. عشان كده قررنا إنه نسوق التطوع من ناحية تانية، بدل ما نجيب آليات دعم فقط لا، نغير الوعي والقضية من فوق، فطرها طرقنا التعليم وطرقنا الصحة، وطرقنا الصحة هو تغيير النمط الطبيعي اللي بنتعالج به في السودان، والتأخر في مراكز الكشف، والتأخر في وضع الكيماوي وانقطاعه، والتأخر في أوضاع الأطفال وأوضاعهم في المستشفيات، وضعف الكادر الطبي والمشاكل بتاعت المؤسسات الحكومية اللي بتقول الأطفال. كل الحاجات دي مع بعض قررنا إنه إحنا نفتح منافذ جديدة لتغيير نمط العلاج للسرطان في السودان.
وليس من عدو أكبر وأخطر على الأطفال من السرطان اللعين. وليكن شعار المنتدى الأول للخلايا الجذعية ودورها في سرطان الأطفال شعاراً للمرحلة القادمة. معاً نمد أيدينا لتقليل معاناة أطفال السرطان في السودان. حمى الله أطفال بلادي.